قدسك يعني بتلخيص شديد كده، تقدر تقول لنا ايه سر ابونا بشوي؟ شوف، هو سر قوة ابونا بشوي حاجة واحدة، انه ده عزوبة ربنا، نفس كل الناس يدوق عزوبة ربنا، مش اكتر من كده يعني. وانا اتذكر مرة كنت معاه في زيارة، فاحدى السيدات بتسأله، تقول له ايه سر يعني كنيسة ماري جرجس واخدة الصيت ده كله، خاصة قبل ما تتبني الكنائس التانية. قال لها كده، قال لها بصي، لا انا ولا ابونا فلان عليا، لا احنا اكتر في المواهب ولا اشطر في الوعظ ولا معرفتنا اكتر من غيرنا، احنا في حاجة واحدة بس بتميزنا، نحن بنحب بعض جدا، فمن اجل هذا الحب ربنا بيشتغل في الكنيسة. فهو كان يؤمن بكده، انه حيث يوجد الحب يوجد المسيح. هل زوجة الكاهن بتلعب دور في supporting ال؟ طبعا يعني انجيل ليها دور حلو وخدمت كتير، وهي طبعا غاوية ابتي والحان فليها تأثير كتير، لكن هو ابونا بشوي بيحب الالحان جدا ويحب الترانيم جدا. يعني في ناس متهيئ لها ان ابونا ما كانش، انا اعرفه هو سامي كامل، وياما كنت حتى وهو علماني كنت اركب معاه يعني او نروح اي رحله او غيره، هو كان يقود الترانيم زي ما بيقود الالحان، بس عامل نوع من المعادله يعني بالانسنج، يعني يدي الالحان او يحب الالحان وفي نفس الوقت يدي يحب الترانيم. وانا كان كل صلواته أتذكر هو أمين عام مدرسة أحد محرم به، يبتدي الصلاة بتاعته بترنيمة كلنا نصلي، وبعدين يصلي الصلاة الارتجالية. أنا بسمع شرايط بلاقي فيها اللي بتقول قصك ده ترنيمة. آه طبعا ده طول عمره. لما جاي بدأ ينهوت الخدمة في أمريكا، الأقباط كان إيه وضعه؟ هو الحقيقة لما جه بدأ الخدمة، جه ما يعرفش حاجة عن أمريكا، سواء هو او انا بعد كده، وحتى البطرخانة لما رحت اتقابل عشان انبا صمويل، كان طبعا زمان اللي بيدي التصريح عشان ناخد الفيزا عن طريق انبا صمويل، هو اللي يدي يبعت الجواب للسفارة الامريكية، قلت له يعني ايه الخدمة اللي هناك؟ قال لي انا ما اعرفش اي حاجة عنه، كل اللي اعرفه انه في اديك اسماء عائلات، او ابونا بشوي يديك اسماء العائلات، وكان الكاهن هو كل حاجة. كانوا الأقباط عدد حوالي 500 عيلة. كان الحياة متبنيهم أبونا فاضل، إنسان خطير ولذيذ ومفرح، اللي هو بتاع السوريان الأرثوذكس، كان في منطقة هوليوود، يعني متذكر ما بنساهوش خالص. فكان الكاهن مسؤول عن كل الأمور الروحية، لو واحد عايز يأجر، لو واحد عايز محامي، طبعا ما كان نادر لما حد يروح لمحامي، لو واحد عايز شغل، ابونا ده كل حاجه. فادى حب شديد، ومن هنا بدت يعني الخدمه. كان اغلب المناطق المزدحمه هي منطقتين، سانتا مونيكا وهوليوود، الباقي كله يعني مثلا اتذكر في ايامي انا منطقه اورنج كاونتي كان فيها ابونا يوحنا الحالي، هو كان شماس وقتها، منى حنا اسكندر. كانوا ثلاث عائلات في اورنج كاونتي كلها، اللي دلوقتي عدد لا حصر، الكنايس واخده من ميشن فيهو لغايه فوق لغايه عند ابونا ابراهيم عزيز في بالفلاور. كل المنطقه دي كان فيها ثلاث عائلات. منطقه سان دييغو كان فيها الله يرحمه بقى المهندس منير اللي كان شايل الكليتين، ومعاه عيلتين، ده كل اللي في سان دييغو. الفالي كانوا عيلتين. ما اعرفش بقى بقيه المناطق تكاد تكون يعني. هو طبعا كانت الحاجه الجميله في الخدمه ان الناس كان لازق بعض يسكنوا عشان يحسوا بالدفء، سواء في سانا مونيكا او في هوليوود. يعني اتذكر لما كنت اروح ازور في هوليوود، اروح اي بيت نقعد على السجاد، تلموا كل البيوت يفتحوا يجوا، تبقى كل الأوض مليانة والناس على السلم، ونقرأ الإنجيل مع بعض ونصلي مع بعض كأننا جوه كنيسة، خاصة ما كان يعني دي في البداية. بس كانت خدمة حلوة لأنهم كلهم ما فيش المشاكل الحالية، والناس حاسة محتاجين لبعض.
فالهاي السنتين اللي انا قضيتهم هنا سنتين وشويه من احلى السنين اللي انا عشتها في ايام لما كنت هنا في لوس انجلوس انجلترا. دكتور واتسون. فانا بعت له ان احنا ممكن نستخدم ورثه لابونا لوقا. ما هو كان ان كونتاكت معايا وكان مع ان كونتاكت مع انجيل. نزل مخصوص مرتين مصر عشان يقابل انجيل. فقال لي ابونا ان في حاجات كويسه. في جزء هو بيتكلم فيه طبعا على علاقته بقداسه البابا وحكايه ان هو معترض على حاجات ويعني ابونا لو شرحها لي يعني تفضل وشرح لي الموضوع وانا كنت فاهمه مظبوط يعني ان هو ابونا يعني ليه وجهه نظر في رسامه البطريرك وكده. احنا مالناش دعوه بالنقطه دي خالص مش داخله عندنا بس انا عاوز اعرف او نعرف علاقته بقداسه البابا. شوف من ايام ما كان نظير جيد والعلاقه دي بعد كده. هو ابونا بشوي يمتاز بحاجه الكنيسة فوق كل الناس. يعني أنا عارف أبونا ملهوش في الشكليات خالص. فلما جيت لوس أنجلوس لقيته بيوزع صورة البطرك اللي هو البابا كرولوس لأن هو مشي قبل نياحة البابا كرولوس. أنا اللي عاصرت نياحته وأنا هنا في لوس أنجلوس. فأنا شد انتباهي الموقف ده قلت له أبونا أول مرة أشوفك توزع صورة البطرك. إيه يعني الفكرة؟ قال لي شوف في مصر ما بوزعهاش لان كل الناس بيقابلوا البطرك فالناس مربوطه بالكنيسه لكن اذا لغينا صوره البطرك في المهجر على اللونج ران الكنيسه تنسى ان ليها بطرك مش لانه البابا كرولوس او غيره ولكن هو كان بيبص على انه ده يمثل الكنيسه فكان يهتم جدا بتوضيح الصوره والربط بين الكنيسه الام والكنيسه هنا. ومرة هو طبعا كان لما جه يترسم يعني مش عارف دي اقولها ولا لكن نقولها احنا بنحط الحاجات السياسية المظبوطة ويعني لا 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 هو لما اتفضل لما جه يترسم فكان كنا احنا صرحة مع بعض لان انا كنت لسه يعني شاب وهو شاب وكنا احنا very intimate مع بعض فكان بيحكي لي اول باول اللي بيحصل فهو ساب البطرك وراح سأل احد الاشخاص من الرهبان وقال له ايه رأيك؟ قال له لا خسارة انت تضيع طاقتك في الكهنوت خليك في الرهبان. فقلت له طب ايه تعليقك؟ قال لي بص يا ابونا انا رحت اخذت مشورة لكن انا اللي اخذ القرار انا النفس عندي اغلى من كل الدنيا. أول ما قابل البابا كرولوس قال له أنت رحت عند فلان؟ قال له آه. قال له قال لك إيه؟ قال له يا سيدي أنا تحت أمرك. قال له يعني مقتنع؟ قال له ورسمه ككاهن. وهو يعني يهمه جدا العلاقات الطيبة بالكنيسة. يعني أذكر طبعا كان البابا كرولوس يزور اسكندرية كتير قوي حبها عشان طريق المارمينة. فقعدنا 6 اشهر كان يروح ويجي كتير ما كانش يروح للبطرك لوحده نروح احنا الاثنين مع بعض. ففي يوم قال لي لما يجي البابا روح له اللي فينا يسمع يروح الاول ما نستناش بعض بدل ما بنلاقيش فرصه نتقابل فاللي يلحق يعتذر عن التاني. فاتذكر رحت قابلت البابا كرولوس قلت له سيدنا سوري ان ابونا بشوي لسه ما سمعش وانا هديله خبر عشان احنا لينا مده ما جيناش خدنا بركتك. كان رد البابا كرولوس حقيقة عجيب قوي ودي مش ممكن أنساها. قال لي يا ابونا أنا يكفيني اللي بسمعه عنكم واللي يفرحني مش إنه يجي يزورني اللي يفرحني الأخبار الحلوة اللي بسمعها عنكم. دي طبعا كانت يعني لذيذة جدا. فهو ومرة كنت ماشي مع ابونا في العربية في شارع بورسعيد وجي في حتة وقف قل له مالك؟ قال لي الحتة دي ليها تذكار. قلت له ايه؟ قال لي الانبا شنوده وهو اسقف التعليم راح يجيبه اظن مش عارف من حته وطالع واخده بعربيته في شارع بورسعيد. فقال لي جه في حته كده وقال لي ابونا خلي بالك. قال له سيدنا ما فيش حاجه. قال له لا انا بس بقول لك خلي بالك. قال لي تاني يوم في نفس الحته دي كنت هعمل حادثه. فتذكرت
ان ربنا كان بيديني عن طريق البابا شنودة. فهو كان ودي انا لما دكتور واتسون كتبت له هو رد عليا وقال لي انا عارف ان في خلافات ومش عارف ايه، فوضحت له الموقف وقلت له الناس من بره بتفهم غلط، لكن ابونا بشوي يهمه الكنيسه فوق الكل، وهو من اعماقه في الداخل يحب البابا شنودة جدا. والبطرك وانا اتذكر يعني البطرك نفسه قال لي انا بحب ابونا بشوي، حتى ولو في موضوع ايام الرسامه حصل شويه لخبطه، قال لي لكن ما كانش فيه جواه كراهيه او حاجه شخصيه بيني وبينه، لكن ده مبدا هو بيفكر فيه، وسواء المبدا ده صح او غلط لكن انا بحترم ان هو يعني ما فيش حاجه بينهم وبين بعض. لكن هو طبعا يعشق البابا شنوده، وفي حاجات كتير في حديثه معنا كان يتكلم عنه بكل يعني طبعا توقير وحب وتكريم. هو كده يعني قدسك عطتنا فكرة يعني تعليق من وجهة نظر قدسك انك شاركته في الخدمة. اخدت بركته. احنا طبعا كنا طمعنين في اكتر، بس احنا تعيش حبيبي ربنا معك. لا 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 هو ليه قصة طبعا بحب اختم بيها، ودي اللي مش ممكن أنساها وكتبتها في نبذة صغيرة. إنه في يوم من الأيام كان يبدو إنه دخل في موضوع زواج بين شخص وواحدة، يعني مجرد اقترح، هو ما كانش يزق حد على حاجة. فأخينا ده كانت نفسيته تعبانة فاختلف مع مراته، فجيه شتم في أبونا بشوي، وكان عصبي جدا وبدأ يشتم شتايم صعبة. كانت لسه الجنيسة جراج كده بتاعتنا قبل ما تتبني، ولقيت الناس هتصور ممكن يعني تصرف اي تصرف، لان ابونا بشوي ده عندهم كل حاجة. فرحت واخده كده من ايده ودخلت اوضة من الاوض، قلت له ايه اللي بتعمله ده؟ قال لي ابونا عامل وخلى هو. المهم فقعدت قلت له حقك علي انا ومش عارف ايه، لغاية ما هدي خالص. وبعد ما هدي قلت له انت مش حاسس انك غلطت في ابونا؟ قال لي اه. قلت له طيب دلوقتي انت لو طلعت ممكن الناس تتصرف تصرف غلط، انا هطلع معاك لغايه ما اطلعك بره الكنيسه وروح، وانا هاخد لك ميعاد من ابونا بشوي وتيجي تعتذر له. قال لي قوي قوي، لان قلت له اكيد الناس هتوصل، اي عيل هيوصل لابونا الكلام اللي انت قلته. فقال لي خلاص. فالمهم مشيته وعملنا العشيه، وبعد ما خلصت العشيه خدت ابونا على جنب، قلت له ابونا فلان متضايق. قال لي انا عارف انه متضايق مني في الموضوع بتاع عروسته وغيره. قلت له كويس، هتطلع له كم كلمه باخي نفسه يعتذر. ما اعرفش اذا كان وصل له خبر او لا. فقال لي طب تعالى معايا في العربيه، لان احنا ساكنين في بيت واحد. فركبت معاه، وبعدين بدل ما يطلع على البيت فوجئت ان راح عند اخينا ده ووقف. قلت له راح فين ابونا؟ كانت طبعا نص الليل. قال لي لا تعالى معايا. فخبط على الباب، ففتح الشخص ده لقيني ليه ابونا بشوي وانا معاه، وابونا يعني بشاشه كده لطيفه. فركع يبوس على جزمته، راح واخده بحضنه كده ورفعه وقال له انت ابني، انا ما اقدرش اروح وانت زعلان، ما يجينيش نوم وانت متضايق. لا تتخيل يعني المنظر ده كان شكله ايه بالنسبه لي. الاخ ده بكى واخده في الحضن وقعد قال له انا غلطان، قال له مش عايز اسمع الكلمات دي. القصة المشابهة وبرضو لطيفة، في يوم أحد الشمامسة المشهورين وهو شاب كان لسه في الكلية عايز يتصرف تصرف معين، هو من وجهة نظره أنه صح أبونا بشوي، قال له لا أنت قائد في الكنيسة، لو أنت عملت كده هتبوظ لي الشمامسة وتبوظ الشبان. فقال له لما أصمم على رأيه، فقال له بص شوف حد غيري ياخد اعترافك. واقترح ان انا لا بقى باعترافه. ومهم مشي ابونا والولد الاخ ده مشي، يعني بالليل متاخر بصيت لقيت ابونا بيخبط علي. فقال لي انت عارف قصه فلان؟ قلت له اه انا عارف، وعارف ان هو مصمم على رايه. قال لي إيه؟ انا كلمته هيجي اعترف. قلت له لا ابونا خليك معاه. قال لي لا خليني انا حازم وخليك انت لطيف، بس اوعى تشد معاه عشان مش عايزين نضيعه. يعني مش مثلا لا انا اختلفت معاي يبقى انت لازم تختلف معايا زيي، او انا جديد لازم تبقى انت جديد. لا لا، قال لي خليك اسبوع شهر سنه سنتين لغايه ما يبقى ريلاكس خالص بعدين رجعه لي. فدي الابوه اللطيفه اللي حتى لو حزم لازم يفتح باب للشخص عشان يلاقي صدر حنين في مكان تاني. فدي حته لطيفه في ابونا، ينظر الواحد يلاقيها دلوقتي.
ربنا معاكم واتمنى لكم كل خير. ميرسي. هتسافر مصر قريب؟ بكره ان شاء الله. بكره؟ بكره. ميرسي حبيبي، ربنا معاك، وراجع كمان 10 ايام. ربنا يديك الصحه وتصبونا. صلي ربنا معاك.